اليوم رح أعطيكم الجزء الأول من الإبيثيليال تشو، لأنه دكتور لسه ما شرح الجزء الثاني، فرح نبلش بالجزء الأول. أول إشي زي ما حكينا قبل إنه التشو هو عبارة عن collection of cells، مجموعة من الخلايا with a usually common embryologic origin. كلمة embryology ما بعرف إذا أخذتوها لسه أو لسه، إمبريولوجي اللي هي علم الأجنة. فهون بحكي لك إنه التيشوز هي عبارة عن مكونة من الخلايا، وهاي الخلايا تكونت من لما كان الإنسان جنين في بطن أمه، إلها فانكشن معينة وبتأدي وظيفة معينة داخل الأورجن في جسم الإنسان. In addition to the cells برضو حكينا، بتذكر إنه بالإضافة للخلايا حكيت لكم في إشي اسمه الإكسسوارات اللي هي الإكسترا سيلولار ماتريكس، اللي هي الأشياء اللي بين الخلايا. هلا the body tissues can be generally divided into four main types، بتقسم لأربع أنواع، وهاي الأنواع تقسم بناء على نوع الخلايا وعلى كميتها وعلى مكوناتها من الإكستراسيلولار ماتريكس. فعند الأربع أنواع الإبيثيليال، الكونكتيف، الماسكولار، والنيرفس تيشو. تمام، هدول الأربع أنواع حفظ، ورح يشرح لكم إياهم دكتور على مدار الفصل يعني. واليوم هيوم بلش بالإبيثيليال تيشو. طبعا كلمات هدول اللي تحت هدول يعني إذا شفتوا حلو تعرفوهم، يعني كلمة إكسترا معناها أوتسايد، فإكسترا سيلولر يعني برا الخلية، إنترا من إنترا يعني جوا، إنسايد، وإنتر بتوين يعني بتوين إشيان بين شغلتين. الجدول هاد بعطيكم مقارنات بسيطة يعني بشكل عام بين هدول الفور تايبس. أول إشي نبلش بالنيرفوس السيل الموجودة جواتها، اللي هي الخلايا العصبية اللي فيها الزوائد الشجرية، تذكرتوها بالأحياء. فهاي هي الزوائد الشجرية. الكمية الإكسترا سيلولار ماتريكس اللي فيها كتير قليلة، والمين فانكشن لإلها ترانسميشن أوف نيرف إمبولسز. أكيد بتتنون نقول السيال العصبي يعني ما فيها إشي. الإبيثيليال هي عبارة عن أجريجيتد أوف بوليهيدرال سيلز. إيش يعني بوليهيدرال سيلز؟ يعني كلمة بوليهيدرال معناها مجسمة، يعني 3D، يعني زي كأنها إشي ملموس، إشي 3D مجسم. amount of the extracellular matrix فيها كتير قليلة يعني بس أكتر من النيرفس، والمين فانكشن لإلها lining و secretion، بتغطي أو بتحيط الأورجنز، وإلها وظيفة تانية اللي هي secretion الإفراز. هلأ بنشوف لقدام التفاصيل. في عندي كمان النوع الثالث اللي هو muscular، بتكون من elongated contractile cells اللي هي بتيجي خلايا جاية بالطول أو مطاولة، و contractile يعني قابلة للانقباض. واضح لأنه muscles أنا شو وظيفتها غير إنها الانقباض وتساعدني بالحركة، فعشان هيك الـ amount تاعت الاكسترسيلولار ماتريكس فيها مودريت يعني متوسطة، لا هي كتير قليلة أو ولا كبيرة، والمين فانكشن لإلها الموفمنت إشي طبيعي. بالنسبة للكونكتيف تيشو فيه several types of fixed and wandering cells. وشو اسمه، فيه الكمية الاكسترسيلولار ماتريكس تاعته وفيرة يعني منيحة، في كمية كبيرة. المين فانكشن لإله سبورت، وإيش كمان بروتكشن، بحمي وبدعم. وبرضو لقدام كمان شوي رح نجيب سيرته للكونكتيف تيشو، رح تعرف شو علاقته بالإبيثيليال. يعني هذا الجدول تقريبا اطلع بشكل عام. هلأ الإبيثيليال تيشو له كاركترستيكس معينة. طبعا حكينا فوق إيش وظيفته، بعمل عندي لايننج وسكريشن. ف أول خاصية لإله it covers surfaces or lines cavities، بغطي الأسطح أو بحيط الكافيتيز اللي هي التجاويف تاعت الجسم. في عنا بالجسم مجموعة تجاويف، pericardial موجودة عند الهارت، وبلورال موجودة عند اللنج الرئة، والأبدومينال اللي هي موجودة عند الانتستين والستومج وهي الأشياء. ف it covers surfaces or line cavities. وطبعا أنا مثلا خليني بدياكم تتخيلوا شغلة بعدين بنكمل الفقرة. هلا على افتراض إنه إحنا
معنا بالون ومنفوخ. البالون من جوا مفرغ، مثلا فيه هواء. جدار البالون، فلنفترض انه عليه ابيثيليال تيشيو، جدار البالون من جوا، فجزء من الابيثيليال تيشيو معرض او ملامس للهواء اللي جوا البالون، فهو معرض يعني باعتبار للطبقة الخارجية. تمام؟ فبما انه معرض للطبقة الخارجية وبمر فيه، وممكن هذا الهواء يكون فيه كيميكلز، مواد كيميائية، فورين بوديز وأجسام وأشياء غريبة ممكن تسبب لي ضرر وإتلاف للإبيثيليال سيلز أو الإبيثيليال تشو. فعشان هيك هذا الإبيثيليال بما إنه هيو as a result it is in contact with another medium، بيكون على اتصال مباشر في وسط آخر، يعني إذا الكافيتي معبى فلويد بيكون هذا الإبيثيليوم ملامس أو ملاصق للفلويد، إذا كان فيه air ملاصق للair، which means that it is exposed to foreign bodies، فهو معرض دائما لأجسام غريبة ولكيميكلز موجودة بالهواء أو الفلويد. هلا حتى يحمي حاله من هاي الأدفرس إفكتس أو هاي الكيميكلز أو هاي الفورين بوديز، الإبيثيليال has a rapid turnover. إيش يعني rapid turnover؟ يعني كلمة turnover اللي هي عمر الخلية، time from birth till the death of the cell، اللي هو الوقت من ما تتكون الخلية لحد ما تموت. الفكرة اللي بتميز لي الإبيثيليال cells انه عندها rapid turnover. شو يعني rapid turnover؟ يعني فترة حياتها او مدة حياتها كتير قصيرة، يعني لما تتعرض لتلف مثلا اذا كانت في محيطة مثلا بجدار الانتستن الامعاء، على افتراض الامعاء الخلايا فيها بتقعد تقريبا من 5 لـ7 أيام، هو حسب دكتور أنا حكى 7 أيام بس أنا بعرف أو قرأت يعني من 3 لـ5 أيام، بس خلينا أحكي الدكتور 7 أيام. فخلال 7 أيام بتكون هاي الخلايا ميتة ومتجددة وجاي بدالها خلايا جديدة برضو مدة أو عمرها 7 أيام. فشو الفكرة من هذا الإشي؟ إنه لو تعرضت هاي الخلايا لتلف معين بسبب اشي معين وضلت عايشة مثلا لفترة طويلة، اداء العضو رح يختلف ويتأثر ويخرب ويقل، ولكن بما انها تتجدد كل 7 ايام او كل فترة قصيرة، هذا بخلي الأورجان يحافظ على نشاطه وحافظ على الفونكشن تاعته اللي بدنا إياها. فكلمة rapid turnover هاي خاصية ومميزة للإبيثيليال تيشوز. أما الخاصية الثانية it's formed of sheets، يعني هون بتيجي زي layers of closely packed cells، بتتكون من طبقات من الخلايا المتلاصقة. طبعا عشان هيك هذا الاشي هو اللي بيكسب هاي البوليهيدرال شيب، اللي هو الشكل المجسم، فيا اما بتطلع على شكل كولومينر زي متوازن مستطيلات جاي بالطول، او كيوبويدال مكعبة او ما الى ذلك. الخاصية الثالثة لإلها إنه the cells are polar، يعني حتى الخلايا ترتبط في بعضها البعض، في بيكون في بينها روابط قطبية زي ما أنتوا أخذتوا بالأورجاني كيمستري أو عم تاخدوا هلأ. الفكرة مش كتير مهم تدخلوا هنا بتفاصيل، ولكن الخلايا تاعت الإبيثيليال حتى ترتبط مع بعضها البعض تطلع على شكل قطعة واحدة يعني، وترتبط بالممبرينز والأشياء اللي تحتيها، فبربط بترتبط مع بعض بكمبلكسز وروابط معينة. تمام؟ النقطة الرابعة انه الابيثيليال دايما 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 وين ما شفنا ابيثيليال سيلز بعرف انه في تحتيها طبقة من الاكسترا سيلولر ماتريكس اسمها بيزل لامينا. بيزل يعني اساس، فالابيثيليوم دايما له اساس تحته ماسك فيه اللي هو البيزل لامينا. تمام؟ دايما وين ما في عندي ابيثيليوم رح يكون قاعد ومرتاح على طبقة اسمها بيزل لامينا. فبعد طبقة البيزل لامينا رح يلاقيني طبقة تانية اسمها الكونكتف تشو، أو تشو جديد اسمه كونكتف تشو. الكونكتف تشو
في الابيثيليال هاف ا لاير اوف كونكتيف تيشو تحتيه. فالاسمها مثلا وين بتختلف اسمها باختلاف المكان اللي هي موجودة فيه. على فرض احنا كنا بالجاسترو انتستينال تراكت فهي بيكون اسمها لامينا بروبريا، او اذا كنا بالسكن بيكون اسمها ديرمز. ولكن هي شو كونكتيف تيشو، ولكن اسمها بيختلف. اذا كانت بالانتستين اسمها لامينا بروبريا، اذا كانت بالسكن اسمها ديرمز. اذا الترتيب اللي عندي صار انه انا بيكون عندي اول شيء طبقة ابيثيليوم، تحتيها بيزل لامينا، تحتيها كونكتيف تيشيو اسمه اذا كان بالجاسترو انتستينال اسمه لامينا بروبريا، اذا كان بالسكن اسمه ديرمز. تمام. هلا في خاصية مميزة بالإبيثيليال تشوز are avascular. كلمة avascular معناها إنه ما فيها blood vessels، ما فيها أوعية دموية. vascular بترمز لإيش؟ لblood vessels، أوعية دموية. و a يعني not، يعني ما فيها، يعني ما في، مش موجود. ف avascular يعني ما فيها أوعية دموية. وزي ما بنعرف إنه الدم هو اللي عم ينقل دائما الأغذية والأكسجين للأنسجة والخلايا وإلى ذلك. فعشان هيك الإبيثيليال من وين بده يحصل على غذائه؟ أنا حكيت لكم إنه دائما في تحت الإبيثيليال بيزل لامينا، وتحتيها في كونكتيف تيشيو، تمام؟ اللي هو بنقطة خمسة. الكونكتيف تيشيو هايلي فاسكولار، هايلي يعني مليان أوعية دموية، فهو بياخد الغذاء من الدم، والأغذية والموليكيولز هاي بتنتقل وبيمتصها أو بتنتقل أو بيمتصها الإبيثيليال باي إيش؟ ديفيوجن، تمام؟ فهيك الإبيثيليال تيشيو بياخد غذائه. نيجي لهاي الصورة. أنا زي ما حكيت لكم برجع أحكي، الصور هون بتاخدوها بس من باب الاستفادة والاطلاع حتى تفهموا الصورة بشكل أوضح، ولكن كحفظ تلتزموا بحفظ الصور الموجودة وين بال شو اسمه بملف اللاب. أوكي طيب، هلأ الصورة هاي هون شايفين المنطقة، طبعا هاي الصورة هون للأمعاء، للإنتستين، مقطع من الأمعاء. الصورة المنطقة اللي بالنص هاي هنا هي عبارة عن الفراغ اللي موجود جوا الأمعاء. الفراغ هذا البني محاط بإيش؟ طبقة من الإبيثيليوم، بعديها طبقة من البيزل لامينا، وبعديها طبقة من إيش؟ من اللامينا بروبريا اللي هي الكونكتيف تيشيو، واسمه هنا لامينا بروبريا لانه انا في وين؟ في الانتستين. وكمان الابيثيليوم شو بيعمل؟ انا حكيت لكم انه covers the cavities وايش lining the surfaces، فهو برضه مغلفها من الخارج، مغلف الانتستين من برا، يعني زي كانه مغلفها من برا وبرضه من جوا. تمام. فهي توضيح للصوره. هلا شو في عندي الفانكشنز تاعت الابيثيليال تيشو؟ الابيثيليال تيشو برجع بحكي بعمل لايننج وبعمل كوفرينج وبعمل بروتكشن. اي اشي بعمل كوفرينج فهو بعمل بروتكشن. طيب هلا هو قاعد وزهقان وعامل كوفرينج وحكى خليني اعمل حركة بدل ما انا قاعد، خليني اعمل شو؟ سكريشن، افرز 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 مواد معينة اساعد الاستومتش والعضو اللي انا موجود فيه. بعدين حكى طيب انا افرزت، وهي الافرزات شو بدي اعمل فيها؟ بتوزع. طب بدي اخد بدالها، حكى خليني ايش اعمل؟ ابزوربشن. فهاي كمان وظيفة تانية لإله. حكى بعدين انا زهقت من القعدة واعمل سكريشن ابزوربشن، خليني اعمل حركة، فعمل ايش؟ كونتراكشن. هاي عم بوصلكم اياها بطريقة لطيفة عشان تفهموا وتحفظوا الفانكشن بصورة ألطف يعني. فهو lining covering protection، بعدين حكى خليني أعمل secretion وأرجع أعمل absorption وأعمل شو؟ contraction. ال epithelium اللي بيعمل secretion بيكون موجود بالstomach عادة وبالglands، والabsorption بيكون موجود بالintestine، والcontraction myoepithelial cells وين بده يكون موجود يا ترى؟ ب المايو، كلمة مايو يعني عضلات، فموجود بيكون بالمسلز. نجي نشرح البيزل لامينا والبيسمنت ممبرين. هلا أول إشي تنشولي الفقرة الأولى
ولكن وركزوا لي على الفقرة اللي تحتيها وبعدين نرجع لها. هلا البيسمنت ممبرين، في اشي اسمه بيسمنت ممبرين. بيسمنت يعني اشي اساسي. فلنفترض انه احنا بعمارة، الطابق التسوية اسمه بيسمنت. فأول اشي، اول طابق رح يكون عندي فيه ايش؟ الابيثيليوم. تحتيه رح يكون في عندي اشي اسمه بيسمنت ممبرين. بيسمنت ممبرين بنقسم لقسمين، جزء او لطبقتين، بيزل لامينا اللي هي اللي فوق، وتحتي الريتيكولار لامينا. تمام؟ اذا عندي البيسمنت ممبرين بنقسم لقسمين، بيزل لامينا وريتيكولار لامينا. هسه البيزل لامينا هي الطبقة الملاصقة بشكل مباشر للإبيثيليوم. تمام، حكيت لكم بيزل هي اللي بقعد عليها الإبيثيليوم. الريتيكولار لامينا، الريتيكولار لامينا مش انا حكيت لكم في تحت البيزل لامينا او بتيجي بعد البيزل لامينا في عندي كونكتيف تيشو، وبيختلف اسمه باختلاف العضو اللي هو موجود فيه. الطبقة الريتيكولار لامينا هي الطبقة العلوية الملاصقة للكونكتيف تيشو. تمام، فاذا انا عندي ابيثيليوم وتحت عندي كونكتيف، بينهم بيسمنت ممبرين، جزء منه مقسوم ملزق بالإبيثيليوم اسمه بيزل لامينا، والجزء الثاني اسمه ريتيكولار لامينا وملزق وين؟ بالكونكتيف تيشيو. تمام، نرجع نقرأ ونعيد. البيسمنت ممبرين هو عبارة عن much thicker structure كتير سميك، بقدر أشوفه باللايت مايكروسكوب، مكون من بيزل لامينا ريتيكولار لامينا. ليش اسمها ريتيكولار؟ لانها بتتكون من ريتيكولار فايبر، غنيه بالريتيكولار فايبر. اوكي، فهي عباره عن الريتيكولار لامينا از ذا ابر ريتيكولار فايبر ريتش بارت اوف ذا كونكتيف تيشو. هي تعتبر حتى قد ما هي ملزقه بالكونكتيف تيشو اعتبروها جزء منه، فهي تعتبر الجزء العلوي. طيب هلا نشوف البيزل لامينا. البيزل لامينا هي عبارة عن sheet of extracellular matrix، جزء برضو أو طبقة من extracellular matrix موجودة تحت الإبيثيليوم، وهي كتير نحيفة very thin، مش زي البيسمنت ممبرين thick، وبنقدر بس نشوفها بالإلكترون مايكروسكوب. أما البيسمنت ممبرين بنشوفه باللايت مايكروسكوب. تمام، إن شاء الله تكون الصورة وضحت، وأنتوا عم تقرأوا الكلام ركزوا لي على الصورة اللي جنبه وبتفهموا إن شاء الله الوضع. الصورة هاي بتوضح لنا، الصورة الأولى الإلكترون مايكروسكوب إيمج بتبين لي البيزل لامينا. هاي شايفين كلمة حرف ال PL، بيزل لامينا. عشمالها في عندي شو تحتيها، يعني هيك بيكون ريتيكولر لامينا، ولفوق اللي هو على اليمين الإبيثيليوم اللي هم لزق فيها، هذا اللي عنده شو اسمه الأسهم. أما صورة تانية هاي باللايت إيمج، شوفوا لي السهم الأول فوق اللي على اليمين، هداك ببين لي البيسمنت ممبرين. ولكل ما دخلنا لجوا عند النواة، هدول الأنوية اللي باللون أزرق، هدول النواة، فهذا هو الإبيثيليوم. تمام، هلا functions of the basal lamina، شو وظائف البيزل لامينا وليس وظائف الإبيثيليوم. خلصناها وظائف الإبيثيليوم، هسه شو وظائف البيزل لامينا؟ provide structural support for the epithelium، بتعطي مش هو basement يعني المكان اللي بتقعد عليه طبقة الإبيثيليوم، فهو بعطيها دعم في الشكل ومظهرها وثباتها، ف provide structural support of the epithelium. كمان help in filtering of substances، بيساعد انه هلا الابيثيليوم حكينا لكم انه هو بشو اسمه باختلاط مباشر مع الطبقة او مع المحيط الخارجي، من سواء كان هواء او فلويد او ما الى ذلك، فهو رح مثلا يمتص لو كان مثلا بالكابيلاريز يعني بالاوعية الدموية، كان على اختلاط مع الدم رح يمتص النيوتريشنز مثلا الموجودة بالدم، فبصير جواته سبستانسز بدها تنزل لتحت عشان يوصلها لباقي الاجزاء. فالبيزل لامينا بتساعده يعمل فلترينج لهاي السبستانسز. وطبعا
عملية الفلترينج بتكون بتعتمد على حسب عدد وحجم الفراغات الموجودة فيها. النقطة الثالثة Effect Cell Proliferation، بيساعد أو بيأثر على تكاثر الخلايا وتمايزها وهجرتها. وكمان مهم في السيل ريبير، هو حكيت لكم اللي هو زي تاعة ال turn over time، الرابيد turn over، فهذا إله دخل فيه، بيساعده بيساعد في عملية الريبير، تصحيح الخلية. تمام. هلا types of epithelium، أنواع الإبيثيليوم. epithelium can be divided ل two general groups، لنوعين، وأنا أسموها هيك على حسب وظيفتها. النوع الأول اللي هو lining or covering epithelium، والنوع الثاني اللي هو glandular epithelium، اللي هو الأول اللي هو بحيط وبغلف، والثاني بفرز اللي بيعمل secretions. main function لإله is secretion اللي هو الإفراز. ممكن اللايننج او الكفرنج ابيثيليوم، هذا النوع اللي هو مسؤول بس عن التغليف، ممكن انه يحتوي على خلايا بتعمل سكريشن، او ممكن يكون من احد وظائفه انه يعمل سكريشن زي الموجود بالستومتش. نوع النسيج الموجود بالستومتش هو وظيفته يعني اللايننج وكفرنج، ولكن في بين الخلايا تاعت اللايننج بلاقي انا جلانديولار سيلز، خلايا جلانديولار يعني من ماخدينها من جلاند، الجلاند مسؤولة دايما عن الافراز، فجلانديولار سيلز بتعمل جلانديولار سيلز بريزنت بتوين السيلز اوف لايننج ابيثيليوم على اساس تعمل لي سكريشنز. ومن الامثلة عليها الجوبلت سيلز اوف سمول انتستين. تمام. هلا نيجي لأول نوع اللي هو lining or covering epithelium، ومن هون لآخر المحاضرة رح نقضيها شرح فيه، والglandular رح يشرح، بس يشرح الدكتور بيشرح لكم إياها. هلا lining or covering epithelium، طبعا اتركوا لي هذا pseudo stratified epithelium مبدئيا على جنب، خلينا نشوف. هلا lining أو covering epithelium بنقسم على حسب شغلتين، أول شيء number of layers عدد الطبقات، وعلى شكلها. من حيث العدد في عندي simple وstratified، simple يعني طبقة بس طبقة واحدة، وstratified طبقتين وأكتر. هلا simple layer إله أشكال سكويمس اللي هي خلايا حرشوفية شكلها زي شكل حراشف السمكة، بتيجي تقريبا فلات يعني هيك مسطحة، تشوفوها بالرسمة لقدام. في كيوبويدل مكعبة، وفي كولومينر جاي مطاولة. أما الستراتيفايد، الستراتيفايد إله نفس الثلاث أشكال تاعون السمبل، ولكن حكى أنا بما إني مميز وبما إني مكون من أكتر من طبقة خليني يكون في عندي كمان شكل مميز لإلي اللي هو transitional. كيف بدكم تحفظوها؟ stratified فيه T و R، و transitional فيها T و R، فالسمبل ما فيها T فما فيها transitional، أما stratified معها transitional. فstratified بتكون squamous cuboidal columnar transitional. transitional. طيب هلا اجى السكويمس بحكي بما اني انا نوع مميز وعندي اكتر من طبقة، بدي اميز حالي عن السكويمس تاع السيمبل، فانا بدي اعمل كيراتين لشعري، ومرات ما بدي اعمل. فمن هون احفظوها، احفظوا ان السكويمس تاع الستراتيفايد في منه كيراتينايزد وفي منه نان كيراتينايزد، وهلا بنشرح بالتفاصيل. سودو ستراتيفايد رح نوصلها بالآخر يعني. سيمبل سكويمس إبيثيليوم، النوع الأول اللي هو سكويمس بتكون من سنجل لاير من طبقة واحدة وفلاتن بسطحة وخلايا حرشوفية. وين بيكون موجود؟ موجود بالكابيلاريز. لاحظوا ما حكيت لاينينج ذا كابيلاريز، فاوند إن كابيلاريز، هو مكون للكابيلاريز. تمام. فبيكون اسمه فيها إندوثيليوم. أما lining of body cavities، محيط بالكافيتيز تاعت البودي، وأنا حكيت لكم شو هي الكافيتيز، هي البريكارديال بالهارت وبلورال باللنج وابدومينال، وبيكون اسمه ميزوثيليوم. احفظوا انه cavities فيها S، ميزوثيليوم. lining الالفيولاي، هاي الالفيولاي يعني حويصلات الهوائية، فلاينينج أوليفيولاي برضو محيط بالحويصلات الهوائية، بيكون اسمها نيوموسايتس. لقدام أي كلمة فيها نيومو
هاي راح تكون متعلقة بجهاز الـ RS اللي هو Respiratory System، جهاز تنفسي، فاحفظوها أو حلو يعني تعرفوها. هلأ شو وظيفته؟ There are thin cytoplasm، فيه cytoplasm كتير خفيف أو thin يعني، فبسمح للsubstances إنها تمرق بسهولة من خلاله. لاحظوا انه هو وين موجود؟ بالكابيلاريز. الكابيلاريز شو فيها؟ فيها بلد. البلد شو بحمل؟ نيوتريشن، اغذيه، وبحمل اكسجين، وبحمل كتير شغلات عشان انقلها للخلايا. فمن ابداع ربنا انه حطوا الابيثيليوم هو المحيط او هو المكون للكابيلاريز. وايش خاصيته؟ انه فيه سيتوبلازم كتير خفيف بسمح بامتصاص او نقل المواد بسهوله جواته. تمام. فهذا الحكي بصير ب الاندوثيليوم والنيموسايتس اللي هي بالأوليفيولاي حتى تنقل لي الأكسجين برضه. أما الميزوثيليال سيلز كمان produce lubricating fluids. lubricating يعني بيجي هو سائل لزج بسهل مرور المواد والأشياء. تمام. بيجي يعني هيك زي الجل. أوكي. هلا هاي هي الصورة، زي ما انتو شايفين، اول هاي طبقة اللي لونها بيج فاتح، هاي هي السكويموس سيلز وشكلها زي حراشة في السمكة، وطبقة واحدة وتحتيها البيسمنت ممبرين اللي حكينا عنه، وبعديها الكونكتيف تيشيو اللي هون اسمه لامينا بروبريا. ليش؟ لانه اتوقع هاي شو اسمه، هاي اوليفيولاي، الصورة الثانية للاوليفيولاي نيموسايتس. فعشان هيك هي زي ما حكيت لكم ترتيبه، ابيثيليوم، بيسمنت ممبرين، بعدين لامينا بروبريا اللي هي كونكتيف تيشو. اوكي. طبعا هون لاحظوا لي صورة الأوليفيولاي، دايما 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 بالهيستولوجي صورة الأوليفيولاي بتكون مميزة. ليش؟ لأنها مليانة أكسجين، بتكون هيك عبارة عن دوائر مفتحة وكبيرة. ليش؟ لأنه فيها أكسجين. طبعا الاشياء دوائر الغامقة الصغيرة هاي ايش؟ النيوكليوس، معروفة. سمبل كيوبويدال ابيثيليوم اللي هي مكعبة، بتتكون من طبقة واحدة، وكيوبويدال سيلز مكعبة. وين ما تكون موجودة؟ بالرينال تيوبولز و كفرينج ذا اوفري. هلا كيف كيوبويدال؟ احفظ رينال تيوبولز اللي هي الانبوبات الكلوية، فهي وين موجودة؟ بالكلية. فاحفظوا كيوبويدال موجودة بالكلية. تمام. كيوبويدال بالكلية. اوفري ما لقيت لهاش صراحة ربط، خلص افهموا، خدوها مرة واحدة يعني، رينال ار، تنتين ار، رينال واوفري مع الكيوبويدال. تمام. فشو الفانكشن تاعتها؟ covering the organ، بتغطي الاورجنز، وكمان involve in active transport. involving بالactive transport، فهي بما انها حكيت لكم موجودة بالكلية، والكلية بصير فيها كتير تفاعلات كيميائية وكتير مواد، فبصير فيها active transport، فهي مسؤولة او بتساعد في عملية active transport ونقل المواد. تمام. طبعا هذا الفراغ اللي بالنص، الصورة اللي تحت اليمين، هذا الفراغ اللي بالنص هو المساحة او المسافة اللي جوا الانبوب. الخط اللي فوق والخط اللي تحت هدول هم الكيوبويدال الابيثيليوم سيلز. تمام. هذا الفراغ البيج يعني. هلا سمبل كولومينر ابيثيليوم، السمبل كولومينر ابيثيليوم بتكون برضو من طبقة واحدة من الخلايا، وممكن يكون سيلياتد اور نات. شو يعني سيلياتد؟ السيليا هي عبارة عن شعيرات بتكون دايما مع الكولومينر، سواء كان ستراتيفايد او كان سمبل. السيليا هي شعيرات وظيفتها دايما تسهل حركة الاشي اللي بمرق يعني من خلالها او فوقها، سواء كان سائل سواء كان اي اشي. وكمان لها فائدة انها بتمسك لي الفورين بوديز، اي اجسام انا ما بدي اياها تدخل على العضو او الجهاز المغلف بالكولومينر ابيثيليوم، بتمسكها وبطلعها لبرا، بتمنعها انها تدخل لجوا. تمام. فزي هي زي كانها بروتكشن، حارس بتحمي. فوين موجوده؟ اذا كانت سيلييتد، لاحظوا انا حكيت لكم شو وظيفته السيليا هاي، ايش وظيفتها. اذا كانت سيلييتد بتكون موجوده باليوترين تيوبس. باليوترين تيوبس ما بعرف لو اخذته بالاحياء توجيهي، هي زي قناه فالوب اللي بيمشي فيها الحيوان المنوي لحتى يوصل للمبيض. تمام. ف
اليوترين تيوب بشو اسمه بيكون مكون من السمبل كولومينر ابيثيليوم، طبعا حسب ما بتذكر يعني انا صراحة ناسية، بس انه اليوترين تيوب هو زي قناة فالوب. المهم بيكون بيمشي فيها عشان يوصل للبويضة الموجودة بالمبيض، او كمان البويضة لما تطلع من المبيض وتروح على الرحم برضو بتمرق فيها. فالفكرة هون انه هي سيلياتت حتى تسهل حركة الاجسام اللي بتمرق من خلاله، عشان هيك ربنا حطها وين؟ باليوترين تيوب. اما النون سيلياتد اللي هي مش ما عليها شعيرات موجودة بالجاسترو انتستينال تراكت. شو الفانكشن تاعتها؟ سكريشن بالستومتش وابزوربشن اذا كانت بالسمول انتستين. هدول حفظ صراحة ما لقيت لكم رابط يعني، بس كولومينر توقع كولومينر يعني احفظوا كولومينر سيلياتد، كولومينر سيلياتد وين موجودة؟ سي سي، وكولومينر اخرها حرف الار فاليوترين، تمام؟ فكولومينر سيلياتد يوترين. اما النون سيلياتد ان جاسترو انتستينال، ان برضو فهمتوا؟ فنون سيلياتد جاسترو انتستينال. فيعني هيك انا بحاول اطلع لكم اشياء لطيفه تربطوها فيها. المهم نيجي للنوع الاول من انواع الستراتيفايد، هذا الاكثر من طبقه، ستراتيفايد سكويمس ابيثيليوم. هذا النوع ايش ماله؟ كيراتينايزد. هذا النوع قرر يحط شو؟ كيراتين. formed of multiple، بتكون من عدة طبقات. التوب موست لاير له مكونة من سكويمس، أكيد لأنه نوعه سكويمس. الإبيثيليوم is covered by كيراتين. كيراتين هي عبارة عن مادة صلبة وما فيها خلايا حية، non living material، بس فائدتها للبروتكشن حتى تحمي. دائما الكيراتين بتحسه، أو خلنا أشبه لكم إياه زي الشمع، بمنع مثلا خروج المي. لو انت حطيته مثلا على فاينة كيراتين وجيت انت حطيت عليها مية من الجهة الثانية، ما رح توصل المي للجهة المقابلة. ليش؟ لانه في كيراتين. فهي الفكرة بالكيراتين، فهو بستخدمه انا للبروتكشن، وبيكون موجود بالاعضاء اللي ما بدي اياها تفقد مي. فزي مين؟ زي السكن. ف it's found in areas required great protection زي السكن، بكون ايش اسمه epiderms. الفانكشن لها حكيت لكم protection، لانه كيراتين قاسي فهو صلب، فايش بيعمل؟ حماية. و prevent لانه قاسي وشرير فهو بمنع، فكيراتينايزد protection prevent water loss، تمام؟ هلا هاي الصورة اللي على اليمين بتوضح لكم كيف شكلها طبقة الكيراتين. طبعا مهم تعرفوا شغلة، انه لما نعمل لها صورة بالمايكروسكوب ما بتبين النواة لما تكون الطبقة في طبقة كيراتين. فأنا بعرف انه هون في عندي طبقة كيراتين لما ايش النواة تختفي وما تبين معي. طيب هلا عندي الستراتيفايد سكويمس ابيثيليوم. ستراتيفايد سكويمس ابيثيليوم هذا النون كيراتينايزد، النوع الثاني منه اللي ما بده يحط واكس او كيراتين. formed of multiple layers برضو، والطبقة العلوية له سكويمس ومش covered by كيراتين. هلا found بال areas that require برضو protection، برضو بدها protection، بس الووتر لوس فيها مش كتير له أهمية. ليش؟ إنه أصلا ما فيها كيراتين، تمام؟ فموجودة وين؟ بالماوث، بالإيسوفيجس، بالأنال كانال، وفي إيش كمان موجود؟ بالفاجينا، تمام؟ إذا هو موجود بالماوث، بالإيسوفيجس والأنال كانال وفي الفاجينا. فن protection للحال protection هنا وsecretion، لأن أنا حكيت لكم وين طلعوا الأماكن الموجودة فيها الماوث. الماوث دائما فيه saliva، فيه لعاب، فبرضو الفاجينا دائما فيه سوائل، فهو موجود في المكان أماكن فيها secretion، عشان هيك وظيفته بتعمل protection وإيش secretion. صورة برضو نفس الإشي، طلعوا هون الفرق بين هاي الصورة والصورة تاعت السمبل سكويمس. سمبل سكويمس كان عندي
بس طبقة واحدة، بس شوي ارجع لكم عليها، هيها بس طبقة واحدة من الخلايا، ولكن هاد وفيها طلعوا بس كم من نوع وطبقة واحدة، ولكن هذا فيه أكتر من طبقة وأكتر من نواة، فأنا بفهم إنه stratified. وبرضه في تحتيها ال basement membrane واللامينا بروبريا اللي هي ال connective tissue. أما stratified cuboidal columnar epithelium هدول بتشابهوا بكل إشي ما عدا ال location. برضو لأنهم ستنتين stratified في multiple layers أكيد، و top most layer الكيوبويدال أكيد كيوبويدال، كولومينر طبعا مطاولة كولومينر. مكان stratified موجود بالدكت تاعت salivary and sweet glands، موجود بالقنوات تاعت الغدد اللعابية والغدد المسؤولة عن إفراز العرق. اما الكولومينر موجود بالكونجكتيفيا، هاي وين موجوده بالعين، هذا الجزء الابيض هو عباره عن اصلا ثين ممبرين موجود بالسكليرا اللي هو الجزء الابيض من العين، فهو وظيفتها هون بروتكشن وسكريشن، ونفس الاشي للكيوبويدال وظيفتها بروتكشن وسكريشن. تمام، نيجي للصورة اللي عشمال، هي مبينة مطاولة وفيها أكتر من نوع، فأنتوا بتفهموا على أكتر من مستوى، فأنتوا بتفهموا إنه هي كولومينر من شكلها طبعا إنها جاي مطاولة، وأكتر من نوع معناته stratified. الصورة الثانية اللي على اليمين طلعوا في أكتر من طبقة من الأنوية، الطبقة الأولى هدول فيها خليتين، بعدين الطبقة اللي بعديها، فأنتوا وبعدين شايفين شكلها مكعبة. دكتور باللاب الهستولوجي رح يشرح لكم اياها بشكل اوضح، ولكن انا بحاول يعني قدر المستطاع. فهاي certified، على الشمال certified columnar وعلى اليمين certified cuboidal. نيجي للترانزيشنال ابيثيليوم، هذا اللي حكيت لكم انا بما انه حكى انا ستراتيفايد ولازم اكون مميز، فبدي نوع مميز، فاعطيناه نوع زياده عن السامبل اللي هو ترانزيشنال ابيثيليوم. ترانزيشنال ابيثيليوم اسمه يوريثيليوم. يوريثيليوم انتسابا لليورينري سيستم اللي هو الجهاز البولي. التوب موست لاير لإله، هلا بشوف بحكي لكم ليش التوب موست لاير لإله هو ستراتيفايد ابيثيليوم، يعني اكتر من طبقة. الخلايا تاعته دوم لايك، بيجي شكلها زي القبة، عشان هيك اسمها امبريلا سيلز، زي المظلية. وين موجود؟ باليورينري بلادر، بالمثانة، واليوريترز اللي هي الحالب اللي هي القناة اللي بتربط الكلية بالمثانة، والرينال كالكس. الكلية إذا حدا عمره شاف صورة للكلية بتكون من جوا مقسمة لمثلثات وفيها أجزاء معينة وما إلى ذلك، ما إلكم بهاي التفاصيل، ولكن المثلثات هاي هي الرينال كالكس. الأمبريلا سيلز شكلها بيكون زي القبة لما تكون اليورينري بلادر المثانة فاضية، هذا شو شكلها طبيعي، ولكن لما تمتلأ أو لما تصير مليانة بتصير شكلها فلاتند، زي كأنه بصير لها ستريتش، بتتمدد وبصير شكلها مسطح. اشي طبيعي يعني لما انت مثلا اي اشي مقوس شكله، لما انت تشده من الجهتين شو بده يصير فيه؟ فلاتن، بصير مستقيم. شو وظيفتها؟ protection against adverse effects of urine، بتحمي من المضاعفات اللي ممكن تصير من اليورين. زي ما بنعرف انه اليورين هو اشي غير مرغوب في الجسم، فضلات الجسم خلصها وبده يطلعها يتخلص منها، فأكيد ما فيها مواد مفيدة، أغلب المواد اللي فيها ضارة، فربنا عشان ما اليورينري سيستم يتأثر غلفه بالترانزيشنال إبيثيليوم، وعشان هيك اسمه يوريثيليوم. فعشان ما يتأثر الأورجنز هاي تاعت اليورينري سيستم غلفناها بالترانزيشنال إبيثيليوم حتى يعملها بروتكشن وحماية. وبالإضافة إلى أنه allow the bladder to change size، بسمح ليش؟ لأنه شكلها دوم لايك، فلما يكون مقوس فهو زي كأنه معه مساحة زيادة، غير لما تكون أصلا مسطحة.
لو كانت مغطية بسكويمس، سكويمس أصلا مسطح، ولما المثانة تتعبى رح يصير في مثلا ممكن إنها تصير تنمزع أو تنفجر. ولكن الفكرة من إنها شكلها زي القبعة أساس يكون معطي مجال للمثانة لحتى يصير فيها توسع لما تتعبى ويتحول بعدين لفلات، تمام؟ زي ما الصورة على الشمال، هاي المثانة وهي فاضية، طلعوا كيف شكل الخلايا. الأول سطر يكون شكلها زي القبة، أما على السطر على الصورة الثانية اللي على اليمين الخلايا شمالها صار فيها ستريتش زي كأنها تمددت من اليمين والشمال لأنه المثانة اتعبت. النوع الأخير اللي حكيت لكم حطوه على جنب اللي هو سودو ستراتيفايد إبيثيليوم، هذا نوع مسكين، لا هو سمبل ولا هو إيش ماله ستراتيفايد. سودو يعني فولس، يعني وهمي، يعني زي كأنه مزور. هو مش لما تطلعوا عليه للوهلة الأولى بتفكروه ماله ستراتيفايد، وانتبهوا من هاي الشغلة باللعب، ممكن يجيب لكم صورة تكون سودو ستراتيفايد وليس ستراتيفايد. كيف بتميزوا؟ هلا بقولكم. هذا الإبيثيليوم الخلايا اللي بتكون فيه إلها ارتفاعات مختلفة، مش كلهم قد بعض، فممكن بعضها كل الخلايا مرتاحة على بيزا اللامينة واحدة كلياتها زي كأنها طبقة واحدة، فهمتوا؟ يعني أصلها واحد قاعدة على طبقة واحدة من البيزا اللامينة، بس مش كلهم واصل السرفيس، يعني مش كلها على أطوال واحدة، في قصير في طويل في ما إلى ذلك يعني. فعشان هيك النواة تاعتها تطلع على مستويات مختلفة أو تظهر على شكل مستويات مختلفة زي الصورة اللي على اليمين. فأنا عشان هيك بفكرها إيش stratified appearance، ولكن هي false stratified appearance، يعني مش stratified، مش أكتر من طبقة، هي فعليا طبقة واحدة. وين بكون موجود هذا العمو؟ موجود وين؟ بالrespiratory epithelium، في الجهاز التنفسي. الrespiratory epithelium هو بيكون pseudo stratified columnar دائما بالrespiratory او عادة بالrespiratory بيكون شماله columnar، بيكون ciliated يعني عليه ايش الشعيرات اللي حكيت لكم عنها وحكيت لكم وظيفتها انها بتسهل حركة الاشياء، وكمان بتعمل لي protection حماية، يعني اي جسم ما بدي اياه داخل مثلا على العضو اللي موجودة فيه السيليا بمسكه وبطلعه لبرا وبمنعه انه يدخل لجوا. ف موجود النوع الموجود بالرسبيراتوري سودو ستراتيفايد كولومينر سيلييتد إبيثيليوم. وين موجود؟ بالتراكيا القصبة الهوائية، البرونكاي الشعب الهوائية، والنزل كافيتي تجويف الأنف، تمام؟ اللي هو على أساس لما يدخل غبرة يدخل أي بارتيكلز وأجزاء صغيرة يمسكها ويطلعها لبرا أو يمنعها أنها تدخل لجوا. شو وظيفته؟ بروتكشن زي ما حكيت لكم، سكريشن بفرز لي مثلا البلغم اي اشي سائل بفرز لي اياه في هاي ال شو اسمه التراكت. السيليا ريموفمنت، هاي فكرة السيليا انه حركتها دايما بتمنع، هي زي حركتها تكون موجية زي الموجات، بتمنع البارتيكلز والأجزاء الصغيرة إنها تدخل على الإيرواي باسجز اللي هي المداخل ال شو اسمه الهواء، وتمنع للتنفس. الصورة الأخيرة أو السلايد الأخير هون بحكي لكم إنه طلعوا الخلايا اللي لونها بيج، هاي المميزة، هاي عبارة عن goblet cells اللي هي glandular cells اللي بتعمل لي إيش إفرازات، هي اللي بتفرز لي ال secretions، تمام؟ وطلعوا كيف الرسمة اللي تحت السيليا كيف ظاهرة، هيها ما اختلف شكلها عن الوضع عن الشكل المفروض تكون عليه، يعني المفروض لما تشوفوها تميزوا انه هاي سيليا. وبس بتمنى تكونوا فهمتوا الجلانديولار ابيثيليوم، هذا لسه ما شرحه الدكتور، ان شاء الله اول ما يشرحه راح انزلكم فيديو لإله. يعطيكم العافية.